اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، المدير الفني الذي تاهل مع فريق كره اليد لنادي الاهلي الى كاس العالم للانديه في التي ستقام في المملكه العربيه السعوديه سوبر جلوب، مستر دانيال جوردو. ازيك يا مستر دانيال؟ سعداء جدا بوجودك معنا هنا طبعا في قناه الاهلي. أنا سعيد للغاية أن أكون معكم وشكرا لدعوتي اليوم، وهو لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في هذه أو هذا المكان الرائع. سعداء جدا بوجودك معنا، وسعداء جدا أن أنت لابس التيشيرت ده تحديدا النهاردة، لأن التيشيرت ده غالي جدا على قلوب كل الأهلاوية. نعم، أنا كان علي أن أختار هذا التيشيرت الجيد. لم يكن معي الكثير من الملابس هنا، ولكني اخترت الاختيار الصحيح لأن أكون معكم اليوم كابتن. أشكرك شكرا جزيلا. خليني أبدأ بقى معاك ونخش في كرة اليد. الأول، اللي أنا عارف أن أنت متابع لكرة القدم بشكل جيد يعني، وبتشجع ريال بيتيس، فخليني ابارك لك الاول على فوزهم مؤخرا يعني ببطوله الكاس. فيعني بتتابع بقى فريق كره القدم في النادي الاهلي ولا لا؟ نعم، انا مشجع لريال بيتيس، ولكن هو ليس من الفرق الشهيره في اسبانيا وليس لديه جمهور كبير، ولكن لديهم الكثير من الامور المميزه وشخصيه مميزه، وانا اشجعهم. ولكن للاسف انا لا اتابع ربما كره القدم للنادي الاهلي كثيرا، ولكن انا اتابع كره اوروبيه اكثر. عندنا طبعا النادي الاهلي عندنا مباراه ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراه مهمه جدا تؤهلنا الى كاس العالم للانديه، بالمناسبه طبعا اللي تاهل ليه، انا اسف، يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. مباراه مهمه جدا هيتاهل ليها النادي الاهلي، او تاهل ليها النادي الاهلي بالفعل، هي المباراه النهائيه امام الوداد المغربي، وبالتالي كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه، عشان كده دايما بنتكلم عن كرة القدم والوصول للنهائي الإفريقي. خلينا نروح لكرة اليد، يعني خليني أبدأ معاك يا مستر جوردو، كيف بدأت مفاوضات النادي الأهلي معاك؟ نعم، كان هذا سؤال صعب للغاية، لأن المفاوضات كنت أدرب منتخب بيلاروس وهو من الفرق القوية في أوروبا، ولكن عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا توقف هذا العمل، وكان علي أن أتوقف في مارس الماضي، لأن السفارة الإسبانية أبلغتني أن المكان ليس آمن وعلي أن أغادر هذا الفريق للأسف، واضطررت إلى مغادرة. وكنت في أسبانيا والأهلي اتصل بي، وكانت هذه فرصة كبيرة، وكان علي أن أأتي إلى هنا لأقتنص هذه الفرصة، وكان هذه مدة مثمرة، وأنا سعيد للغاية وفخور بهذه الفترة وأخذ هذا القرار. وأنا أشكر كل مجلس الإدارة، الكابتن بيبو والجميع، لأنها كانت فرصة عظيمة ومن أفضل التجارب التي مرت علي في حياتي. لما سألت على النادي الأهلي قالوا لك إيه؟ نعم، أحد الفرق الكبيرة في أفريقيا بالتأكيد. أنا كنت مفاجأ للغاية عندما علمت بتشكيل النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي. لديه الكثير من الفرق، لديه فريق عمل كبير، لديه قاعدة جماهير كبيرة للغاية. كنت مفاجأ الحقيقة عندما شفت هذا ورأيت هذا الوضع، لأنه مثل الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وفرق في أوروبا، وأعتقد أن لديكم حظ كبير أن يكون لديكم هذا الكيان العظيم. طيب، تقييمك بقى المستوى الدوري المصري في المباريات اللي أنت شفتها يعني؟ نعم، أعذرني أن أقول أو أكرر نفس الإجابة. أنا هنا كنت لمجرد شهر، ولم يكن من السهل متابعة جميع
المباريات. أنا لعبت مع الفريق ثلاث مباريات، مع هيليوبلس، مع سبورتينج، وبالتأكيد مع الزمالك أيضا، ولم يكن لدي الكثير من الوقت أو رؤية لأقيم المباريات بشكل عام والبطولة بشكل عام، لأننا كنا نركز في المباريات. الحقيقة كان من الأمور الصعبة جدا أن أنت جيت بعد الدوري أو في نهاية الدوري، كنت خسران الدوري وخسران الكاس ورايح على بطولتين مهمين جدا، بطولة السوبر وهي الأهم، ثم بطولة كاس الكؤوس هنتكلم عليها بعدين، والخسارة في النهاية. بطولة السوبر، كيف تعاملت مع اللاعبين في ظل أن أنت الدوري، فقدت الدوري كنادي أهلي طبعا، وفقدت الكاس، وبالتالي روح معنوية قليلة جدا للاعبين؟ نعم، كان هذا تحدي كبير وصعب للغاية في مدة قصيرة، أن نغير من معنويات الفريق ونقلب من معنويات الفريق ونحرز مباريات هامة وندخل مباريات هامة. النقطة الأولى التي كنت أحاول أن أركز عليها أن أعطي اللعيبة، لاعبي النادي الأهلي، دفعة من الثقة، لأنهم كانوا يفتقدون الثقة، وكنت أبذل قصارى جهدي أن أعطيهم هذه الثقة، لأن لدينا لاعبين مميزين للغاية. أريد أن أشكرهم شكرا جزيلا، لأنهم لعبوا لفترة كانت فترة صعبة جدا، وأريد أن أشكر أيضا جميع العاملين وكل المساعدين، الأطباء، الجميع في الحقيقة الذين كانوا يعملون مع الفريق، كانوا في مرحلة ربما صعبة، كانوا يفتقدون الثقة، وكان علي أن أعمل على دعمهم في هذا الإطار. وكانت هناك مباريات صعبة، وكانت هناك أهداف تم وضعها حتى نستطيع أن نحققها في هذه الفترة، لأن الرياضة ليست من يكسب ومن يخسر، ولكن كيف نلعب. لأني وهذا ما أقوله إلى اللاعبين، أريد أن أشرح لهم أن لدينا فرصة وأن نكون فخورين بعملنا أيما كانت النتيجة، سواء كانت بالمكسب أو بالخسارة. وأعتقد أن الجماهير تشعر بذلك وتشعر بالمجهود الذي بذل وتدعم الفريق. بالفعل الجمهور النادي الأهلي يعلم تماما اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، عشان كده أنا بركز على موضوع السوبر الإفريقي اللي احنا فزنا بيه ووصلنا إلى كأس العالم. كان عندك مجموعة من اللاعبين، استعنت باثنين محترفين كانوا متواجدين في السوبر الإفريقي، برضو جم قبل المباراة بيوم أو بيومين. إزاي عملت برضو التوليفة اللي تخلي اثنين محترفين يجوا قبل المباراة بيوم أو بيومين ويلعبوا المباراة وتفوز على فريق كبير زي نادي الزمالك؟ نعم، كما قلت، وهذه كانت الخطوة الأولى. الفريق كان هائل وكان يريد أن يكسب، وكان علينا أن نختار التخطيط وأن يكون جزء من هذا الفريق، كما قلت من قبل، أن ندعم الثقة. وكان من السهل علي أن أشرح لهم ما الذي أريده، وكانت هذه هي المرحلة الأولى. وأيضا دوري كان شرح والحديث معهم، كانت لدي الكثير من الاجتماعات معهم لم أجريها من قبل في حياتي، والمجلس الإدارة أيضا ساعدني كثيرا، كابتن إسلام حسين كان ساعدني كثيرا الحقيقة في عملي في كل المجالات، وعمله كان هام للغاية. نعم، علي أن أقول أني تحدثت معهم كثيرا على الطرق والتكتيكات وما الذي أريده والخطة التي سنلعب عليها، وكما قلت من قبل إعطائهم دفعة وثقة، لأن هؤلاء اللاعبين هائلين في الحقيقة، وهم جيدون للغاية ومميزون ويعرفون كيف يلعبون. تفتكر النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ممكن يعمل إيه في المستقبل علشان يقدر يفوز بالدوري والكاس والبطولة الأفريقية وكل حاجة؟ كأس العالم.
نعم بالتأكيد الآن يجب أن نفكر في المستقبل وأنا متفائل للغاية فيما يتعلق بالمستقبل. أنا أعرف أن مجلس الإدارة يعمل الآن على المستقبل والعمل فيما ووضع خطط للمستقبل والأفضل للفريق. لا أعرف بالتحديد، لا أستطيع أن أقول لك شيء محدد، ولكن جمهور الأهلي يمكن أن يطمئنوا ولا يخافوا من المستقبل، لأن بالتأكيد مجلس الإدارة سيقومون باتخاذ القرارات الصائبة. تمام، رجعت في أول مباراة وفي مباراة السوبر تحديدا قدرت تفوز على نادي الزمالك. في المباراة النهائية في كأس السوبر، في كأس الكؤوس أنا آسف، اتغلب النادي الأهلي من نادي الزمالك. إيه الفرق ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية؟ نعم، في المباراة الأولى كانت ربما مباراة كنا نعرف أنها المباراة الأولى والمباراة الهامة لنا في الموسم، لأن هذه المباراة تعطيك الفرصة لأن تلعب في أفضل البطولات فيما يتعلق بالأندية، لأن الكل كان يركز للغاية في هذه المباراة ولعبنا كما خططنا تبعا للخطة الموضوعة، ولكن ربما في الفترة الأخيرة أو المدة الأخيرة في المباراة حظينا أيضا بحظ جيد، لأنه في بعض الأحيان في المباريات يلعب الحظ دور ربما وتكون لك فرص، تتاح لك فرص ربما، ولكن ربما كانت الأمور متشابهة، ولكن في الفترة الأخيرة ربما كانت هناك بعض التفصيلات لم تسمح لنا أن نتقدم ربما ونقتنص فرص ربما ضاعت، ولكن في المباراتين أنا فخور للغاية وفخور بالعمل الذي قاموا به، وأرى أنهم قاموا ببذل قصارى جهدهم، بالتأكيد كانوا يريدون الفوز، ولكن أنا فخور باللعيبة وهم يحاربون بقدر المستطاع. طيب، ماذا يعني التأهل لكأس العالم للأندية بالنسبة لدانيال جوردو؟ هذا من أفضل إنجازاتي ربما على الإطلاق، بالتأكيد لا شك في ذلك. الأهلي فريق كبير وسيكون في المكان الذي يستحق، وفي مكان سيكون هناك الكبريات الأندية. طيب، برضو عملت 4 أيام معسكر قبل مباراة السوبر في المغرب، مظبوط؟ هل المعسكر ده فرق معاك ولا يعني ولا ايه اللي حصل، ولماذا المغرب تحديدا في ذلك الوقت قبل السوبر الافريقي؟ Yes, I think I don't know exactly why the لا أعرف تحديدا لماذا قرر مجلس الإدارة الذهاب إلى المغرب، ولكن كانت هذه فرصة لمشاركة اللعيبة وأن أتعرف على اللعيبة بصورة شخصية، كان هذا من المهم للغاية أن أتعرف على مشاعرهم وما الذي يمكن أن أساعده، النقاط التي يمكن أن أدعمهم وأساعدهم فيها، وكان من المهم أن أعرف اللعيبة على المستوى الإنساني، وكنت راض للغاية من هذه الفترة، ولكن ربما كان من المؤسف أن لم تتاح لنا فرصة أكبر وأيام أكثر لأن أبني الفريق وأتعرف عليهم أكثر، وأيضا اللعيبة الذين جاءوا من قطر، ولكن هذه كانت الفرصة المتاحة، علينا أن نقتنص الفرصة المتاحة ونبذل قصارى جهدنا كما قلت، وهذا هو الشيء الأهم. إيه اللي بيميز المدرسة الأسبانية في التدريب في كرة اليد؟ Yes, everybody. نعم. هي مدرسة ناجحة طبعا. Yes, but no humble. ولكن we are maybe we don't have the best نحن ربما لا
يوجد لدينا أفضل اللاعبة، ولكن بالتأكيد لدينا فرق جيدة في كرة القدم، في كرة السلة، الكثير من المدربين نجحوا في الكثير من الأماكن. النقطة الأهم أننا نلعب كفريق، نستخدم تكتيكس وأدوات ونقتنص الفرص، ندرس نقاط الضعف ونقاط القوة في الفرق الأخرى، نحاول أن نلعب عليها، نحاول أن نستغل نقاط القوة لدينا، ونحاول أن نستغل كل الأدوات المتاحة لنا حتى نستطيع حل كل المشاكل المتعلقة ربما ببعض الأوضاع التقنية، ونحاول أن نحل هذه المشاكل. الحقيقة تأثرت في مسيرتك التدريبية بباروندو المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، وكذلك ديفيد ديفيس. يعني طبعا من الواضح ان انت من نفس المدرسه، يعني اللي هم بيتكلموا فيها. كلمنا عن الامر ده. Yes, I know both. نعم انا اعرف كلا المدربين، وكانوا يلعبان قبل أن يدربا، كانوا يلعبون في فرق أعرفها جيدا، وأعرفهم على مستوى اللعب كلاعبين، وهم من نفس المدرسة الإسبانية للتدريب كما ذكرت، وهم مدربين جيدين للغاية، واتصلت بهم قبل أن أأتي وأعطوني بعض النصائح ربما ووجهة نظرهم ورؤيتهم في كل الأمور، وأيضا وهم اثنين من أكبر المدربين في المدرسة الأسبانية للتدريب، وأعتقد أن لديهم نجاحات وإنجازات كبيرة للغاية. هل لو سألتك السؤال تقدر تجاوب لي، تلحق تجاوب لي عليه؟ يعني لو أقول لك ترتيب مصر أو منتخب مصر في ما بين منتخبات كرة اليد، أنت شايفه فين؟ Yes, right now I come from European Champions League. الآن أنا أأتي من الدوري الأوروبي، وهو ربما من أفضل البطولات في العالم، وبالنسبة لي الأهلي والزمالك أيضا يمكن أن يلعبون على مستويات عالية جدا وفي دول كثيرة وفي قارات كبيرة، ولكن إذا كنا نتحدث عن الجودة بلا شك فأنا الأهلي يمكن أن يلعب ويشارك في بطولات كبيرة، فهذا الموسم والبطولة التي خطها مع الأهلي لا تختلف كثيرا بالنسبة لي، فأنا رأيت عناصر جيدة وجودة عالية مع فريق النادي الأهلي، اللعيبة جيدون كما قلت، ويمكن أن تتابع مباريات للفريق الأهلي أو الفريق الوطني، فهم أحد أفضل الفرق الوطنية. دانيال جوردو، شفت الضغط الجماهيري من جمهور النادي الأهلي على فريق كرة اليد؟ أنا عارف أنت اشتغلت في أندية جماهيرية كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وربط منتخب البرازيل، وبالتالي أعتقد أن أنت عندك الخبرة الكافية اللي تخليك تقدر تبص على أو تتحمل الضغط الجماهيري وتخليه حاجة إيجابية بدل ما يكون سلبي. Yes, for sure. This is the بالتأكيد. I'm totally agree with this. أنا أتفق معك تماما. هناك قاعدة عريضة من الجمهور والمؤيدين، وأيضا هناك منصات للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن اللعيبة وعن المباريات، ويمكن أن نحول هذا إلى عنصر إيجابي، ويجب أن يكون الجماهير أو تكون الجماهير فخورة بفريقهم وأن يدعموهم، وأعتقد أن هذه هي الطريقة لتحويل هذا الضغط إلى عنصر إيجابي، وأن يكونوا فخورين بهذا الفريق. وهذا هو السبب أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كل يوم في التدريب، في تدريبك اليومي وروتينك اليومي، عندما تأكل، عندما تتعامل مع الفريق، عندما تنام، يجب أن تكون شخص رياضي وجزء من هذا الفريق وعلى نفس المستوى من الجماهير والمؤيدين.
أعتقد أن لدينا فريق هائل ومذهل والكثير والآلاف من الجماهير والقاعدة الجماهيرية، وهذا أيضا عمل المدرب وعمل مجلس الإدارة أن يكونوا على نفس المستوى مع الجماهير. ونادي مثل الأهلي عليه أن يقتنص كل الفرص ليصل إلى المستوى الذي يريده الجماهير. دانيال جوردو، كان عقدك مع النادي الأهلي أعتقد انتهى النهاردة، أنت هترجع بكرة، أنا عارف أن أنت مسافر بكرة إن شاء الله إسبانيا. يس يس. إيه اللي هيحصل فيما هو قادم يعني؟ Who knows؟ لا أعرف، من يدري؟ إن شاء الله. إن شاء الله أأمل في أن أمكث هنا وأبقى هنا، ولكن هذا ليس قراري وحدي، ولكن بالتأكيد أنا أريد أن أتحدث إلى الجمهور الآن. كل شيء حدث سيكون للأفضل بالنسبة للفريق، الفريق يعمل جيدا الآن، وبالتأكيد مجلس الإدارة سيقرر أو سيتخذ القرارات الصائبة بالنسبة للفريق لمستقبل أفضل لهذا الفريق، ولدينا فريق جيد ولاعبين جيدين. فحتى إذا مكثت مع الفريق أم لا، فإن المستقبل أفضل بالنسبة للفريق. أعتقد إن شاء الله. أعتقد أن عدد الشباب اللي موجود في النادي الأهلي يبشر بخير فيما هو قادم. الشباب الجيد طبعا. Yes. Yes, I think this is the most. بالتأكيد هذا أهم النقاط وهذه أهم الأسباب عندما أتحدث عن المستقبل. بالتأكيد الشباب يأتون من الكثير من الفئات الشباب كما قلت. أعتقد لدينا الكثير من اللاعبين لديهم مستقبل كبير في الأهلي، وأيضا بالتأكيد المنتخب الوطني المصري سيكون ضمن الفرق العالمية على المستوى العالم. دربت زي ما اتكلمنا فرق كبيرة وفرق جماهيرية، ايه الفرق ما بين وفي ثقافات مختلفة، كالتشر ثقافة مختلفة، ايه الفارق وايه اللي انت شايفه هنا افضل؟ Yes, I think يعني هل انت مستريح في قعدتك؟ انت مستريح ان انت قاعد هنا بقالك شهر ولا شهر ونص، شهرين قاعد هنا تقريبا، الشهرين دول استريحت، شفت القاهره ازاي؟ هل الامور مختلفه بالنسبه لك؟ ايه يعني اتكلم معانا في هذا الامر. I don't have so many time for relax. لم يكن لدي وقت كثير للراحة للأسف، وأنا أأمل أن أرى في يوم الأهرامات، ولكن لم يكن لدي الكثير من الوقت لأن أرتاح. أنا أشعر بالراحة أن أأتي من بيلاروسيا وأن أدرب هنا. لم يكن يجول بخاطري هذا السيناريو، ولكن أشعر أنا أشعر أني ارتبطت باللاعبين في هذه المدة القصيرة لأنهم مثلنا في الكثير من الأمور. أنا أشعر بسعادة هنا في القاهرة، ولكن أعتقد أن لديكم فريق مذهل لديه الكثير من الفرص. Kindly people, also with the supporters. أيضا مع الجماهير ومع المؤيدين، عندما أخذ تاكسي الجميع يريد أن يأخذ يلتقط صورة معك. هو فريق ونادي مذهل في الحقيقة. أعتقد أني في بيتي. طيب مين أقرب اللاعبين؟ يعني انا عارف ان ما بتحب المدربين ما بيحبوش الكلام في هذا الامر، لكن من اقرب اللاعبين لقلبك يعني او شفتهم كويسين جدا وقريبين منك قوي؟ كيرين الاهلي. في الاهلي طبعا اوف كورس.
Yes, you know, I in this period. في هذه المدة. I have a lot of help from both captains. كان لدي الكثير من المساندة من المدربين الآخرين و. إسلام حسين وإبراهيم المصري. إسلام حسين. إسلام حسن أنا آسف وإبراهيم المصري. إسلام حسن. نعم حاولت أن أتعامل معهم وأيضا أن نلعب معهم وأقترب منهم حتى نستطيع بناء علاقة وطيدة وبناء الثقة. كنت أحاول أن أرتبط بهم في بعض الأحيان. الكابتن يضطر إلى أن يصرخ أو يعطي بعض الأوامر، ولكن أنا أشعر أن اللاعبين لديهم فكرة جيدة عني، وكما قلت لك المدرب عليه أن حظيت بالكثير من المساعدة من الكباتن الآخرين ومن المدربين الآخرين ومن العاملين في النادي، ولكن أعتقد أن العمل لم ينتهي بعد. الحقيقة أنا لما سالت اللاعبين على مستر جورد، وطبعا يعني لما النهارده كنا بنتكلم معاه عشان يكون ضيفنا، سالت معظم اللاعبين، الحقيقه اللعيبه كلها كانت بتتكلم عنه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وحاجه كانت جميله جدا جدا. انا كنت سعيد جدا بالكلام اللي كانوا قالوا، ما لحقناش الحقيقه النهارده لانه انا فوجئت ان هو مسافر بكره ان شاء الله، ولكن ان شاء الله يكون له دور مع النادي الاهلي اذا طأ مجلس اداره النادي الاهلي هذا الامر. وبمناسبه مجلس الاداره، كرم مجلس اداره النادي الاهلي دانيال جوردو والاثنين اللاعبين المحترفين كابوتي وسيزر. رايك في هذا التكريم ايه؟ بالنسبه لي كان فرصه كبيره، وكان الامر كله كان تحدي كبير. كنت خائف من المجيء إلى هنا في البداية بسبب خسارة الفريق للكثير من المباريات، وكان الفريق حزين للغاية، كانوا في شبه غيبوبة وخسارتهم في الكثير من المباريات. الموسم كان كارثي، ولكن الآن الجميع فخورون بالفريق ومجلس الإدارة لديهم فرصة كبيرة للمضي قدما والبناء على هذا النجاح. بالنسبة لي هذا أهم شيء بالنسبة لي، أن أغير من مجريات الأمور، أن تأتوا بشخص من أسبانيا ربما لا يعرف عنه أحد، فأنا لست من الأسماء الكبيرة، ولكن أن تأتوا بي، فأنا بذلت قصارى جهدي في هذه الفترة القصيرة، وكما قلت من قبل كان تحدي كبير جدا بالنسبة لي أن أكون هنا كمدرب، ولكن الآن هذا نهاية مدتي هنا، وأنا سعيد أن اتخذت هذا القرار وأشكركم على أني هنا اليوم. وكما قلت من قبل المستقبل جيد للغاية، وأأمل أن يكون هذا المستقبل جيد لأني أشعر بذلك، وعليهم أن يمضوا قدما في عملهم. تمام. كرة اليد تحت قيادة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، هل هناك تطور؟ احنا شايفين أن هناك تطور ملحوظ وكبير جدا خلال الفترات الكبيرة السابقة. كمدرب أسباني بقى، شايف وجود الدكتور حسن مصطفى المصري اللي موجود على رئاسة الاتحاد الدولي طور كرة اليد وخصوصا في العالم وفي أوروبا ازاي؟ Yes, of course. I think the handball is right now. أعتقد أن الكرة اليد شهدت تطورا على مدار الفترة الماضية.
ولكن هناك مشكلة لأن ربما لا توجد هناك فرق في بريطانيا، لا توجد فرق في الولايات المتحدة. هذه نقاط الضعف ربما في الرياضة. دول مثل أسبانيا ومصر وفرنسا وألمانيا لديهم فرق، ولكن إذا كنا نريد لهذه اللعبة أن تكبر، بالتأكيد الدنمارك، ولكن إذا نريد أن تتطور اللعبة فيجب أن يكون هناك فريق في بريطانيا وفي الولايات المتحدة حتى نستطيع. وأعتقد أن هذا تحدي كبير بالنسبة للكابتن حسن مصطفى، ولكنها ليست مسؤوليته هو وحده. التحديات المحلية طبعا. Yes, of course. نعم بالتأكيد. But, you know, for us, the most important بالنسبة لنا أو بالنسبة لي على وجه الخصوص، أنا من وجهة نظري يمكن أن نتقدم سريعا بمهارة وبمهنية إذا ما أيضا كانت هناك فرق قوية في هذه الدول. على الجانب الاخر، منشات بقى النادي الاهلي انت شفتها ازاي؟ يعني انت لفيت اكيد في النادي، بتقعد في النادي شويه ولا ما لحقتش؟ Yes, of course. نعم بالتاكيد. I, for me was, you know, lovely place. بالنسبه لي المكان رائع في الحقيقه. يمكن ان تقضي بقيه حياتك في المكان في الحقيقه. فهو مكان يمكن أن تذهب مع أسرتك وتقضي الوقت، ربما تلعب، تحتسي بعض المشروبات، تنس، كاراتيه، كرة قدم، وهو بيئة هائلة لممارسة الرياضة. بالنسبة لنا لا نتمتع بهذه الأماكن في أسبانيا، ربما مكانين أو ثلاث، ولكن بالنسبة لي المكان رائع. ربما أطلب من مجلس إدارة أن يضع لي سرير في المكان وأمكث به. تعرف أن عدد جمهور النادي الأهلي، يعني ما بنيجي نتكلم بنقول أن عدد جمهور النادي الأهلي تقريبا من 70 ل 80 مليون أهلاوي جوه مصر بس. يعني تخيل في كرة اليد كمان تحديدا 70 80 مليون أهلاوي في ظهرك. Yes, yes, it's amazing. هذا شيء مذهل. Double of the people that live. هو ضعف العدد، عدد من يسكنون في اسبانيا. طبعا معروف ان هو بيسبب ضغط وكل حاجه، ولكن الانديه الكبيره دايما متعوده على كده، وهو ده سبب خساره الدوري والكاس بعد كده. اعتقد ان انت حولتها من ناحيه سلبيه لناحيه ايجابيه بالاسبوع او ال 10 ايام اللي قبل بطوله السوبر. Yes, but you know, I think نعم، ولكن كما تعرف الجميع يجب أن يعلم أن هناك بعض النقاط قد يقول أن الفريق ليس جاهز، ولكن عليك أن تتقبل هذا وتعمل على هذا الأساس وتتحمل هذا الضغط. الأهلي نادي كبير ويجب أن يكون له شخصيته المستقلة وأن حتى تصل إلى هذه المكانة. إيه رأيك في كابوتيه وفي سيزر؟ كابوتيه هو لاعب رائع في الحقيقة، أفضل في العالم يعني. لا في العالم ربما. بالتأكيد. هو يمكن أن يلعب في برشلونة، في كبرى الأندية ربما، وهو إنجاز كبير للنادي أن يكون في صفوف الأهلي وأن يكون لدى النادي مثل هؤلاء اللاعبين المميزين. كيف كان التعامل مع كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز الكرة اليد وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي؟ زي ما حضراتكم شايفين طبعا الكابتن ابراهيم المصري وسيزر وكابوتيه وايضا كابتن ياسر لبيب وطبعا كابتن خالد العوضي وكابتن مستر دانيال جورج. يس فور مي بالنسبه لي
كابتن بيبو كابتن بيبو واحد من أفضل الرؤساء الذين عملت تحت قيادتهم لأنه يتفهم كل الأمور. كان من اللاعبين الكبار وتعامل مع لاعبين كبار فهو يعرف كل شيء وكافة الأمور وهذا سهل من عملي وساعدني لأن أمضي قدما مع الفريق وكما قلت يمكن أن نبني على هذا لندعم الفريق وأيضا كابتن خالد يقومون بعمل مذهل في الحقيقة ليس فقط على مستوى كرة اليد ولكن على مستوى كافة اللعبات ربما ربما يجب علينا أن كرة اليد تصل إلى مستويات عالية تحت قيادتهم. يعني أخيرا مستر دانيال عايزك تبص للكاميرا. تعال لي سمير بص للكاميرا الكاميرا بتاعتك لوك تو يعني بص للكاميرا ولو عايز تقول أي حاجة لجمهور النادي الأهلي اللي النهارده يعني أنت بقالك شهرين خدت معانا بطولة ولكن ابتدى يتعرف عليك بشكل أقرب وشكل واضح جدا لكل جمهور النادي الأهلي فلو عايز تقول لهم أي رسالة بص للكاميرا وقول لهم الرسالة اللي أنت عايزها. Yes, I want to say thank you. أريد أن أقول لكم شكرا لأني أشعر دعمكم وأأمل أن أكون قمت بعملي على أكمل وجه وأن تكونوا فخورين بناديكم وفريقكم وأشكركم على أن تكونوا جزءا من هذا الفريق وهذا النادي المذهل وإن شاء الله أراكم قريبا. أنا بشكرك جدا على وجودك معانا يعني مش عايز طبعا أطول عليك لأن أنا عارف إن أنت مسافر الصبح إن شاء الله فأنا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا وإن شاء الله نتقابل قريبا مرة تانية على حسب ما يرتقي بقى مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت خلال الفترة القادمة بشكرك جدا وتروح وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله شكرا جزيلا. Thank you for inviting me. أشكرك شكرا جزيلا على دعوتي. You're welcome. Thank you. أنا طبعا شكرا جزيلا لمستر دانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي. ايه اللي هيحصل مع مستر دانيال؟ طبعا زي ما حضراتكم متعودين وعارفين هننتظر قرار مجلس اداره النادي الاهلي فيما سيحدث خلال الفتره القادمه. حبينا بس نوري لحضراتكم قيمه النادي الاهلي. قيمه النادي الاهلي في مدير فني اسباني محترم بيتكلم بهذا الحب وهذا الود على النادي الاهلي اللي انا بشكره طبعا على وجوده معنا النهارده. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل المباراة المهمة جدا مباراة النادي الأهلي والوداد النهاردة هنتكلم أكتر فنيا إيه اللي بيحصل كيف يستطيع النادي الأهلي أنه يلعب أمام الوداد طبعا هنتكلم أكتر عن الوداد المغربي ولكن بعد الفاصل وكريم سعيد وأحمد